نجمة شقت لنفسها طريقاً مميزاً وصنعت تاريخاً حافلاً وشخصية فنية هي نسيج وحدتها. فتاة رومانسية رقيقة تكمن خلف هذا المظهر الجميل. فتاة صلبة وصعبة المراس، عرفت بالصعيدية الأوروبية الأولى والأخيرة. نادية لطفي، شقراء السينما العربية في زمن السينما الجميل. شاهدوا أفضل أفلام نادية لطفي فقط على شبكة أوربت شو تايم.